السلام عليكم. اليوم غير الأخبار الهاجلة، ماتش فور في تاع تلمسان يا جماعة، شبيبة قبائل أمام وداد تلمسان، ماتش فور في رضيف ليسبوار، ليسبوار تاع شبيبة قبائل، إيسونسيال يا جماعة، كيفاه ولاه، دوك نحكيو فيها، لايك على الفيديو، أبوني في القناة، واترك لنا تعليق، تعليق وشو هو؟ سؤال فقط، هل يؤثر هذا على فريق الأكابر تاع تلمسان يعني بالمعنى، وكيف يؤثر هذا على فريق تلمسان الأكابر غدا إن شاء الله؟ او هنا ماتش فور في تاع لادفيرسير، غياب لادفيرسير فريق وداد تلمسان تاع لو 21 ما حضروش هنا الملعب تيزي وزو، الحكم كيما طبق القانون ربع ساعه، قعد ربع ساعه استنى لادفيرسير اللي هما تاع تلمسان فريق الرديف تاع تلمسان، لقاه ما جاوش، سيفلا فورفي وسمى فوز الرديف 3-0 يا جماعه. هذا هو كاين بعض التعليقات شويه استهزائيه شويه من بعض لي كومونتير هكا يستهزاو بفريق تلمسان يا جماعه، حنا حضاره، قال لكم يا ريش انا راكم فريق حضاره، حنا ما نحقروش الخصم يا جماعه. تعليقات هكا خير من 8-0، خير من يخسروا 8-0، ايسونسيال يا جماعه، حنا حضاره، نحترموا الخصم تاعنا، ودوماج على ماذا يحدث لفريق وداد تلمسان، نتمنى له انه يحل المشاكل تاعو، نتمنى انه كي يطيح سما في القسم الثاني يشوف المشاكل تاعو ويريقلها، وأو ميم طون هذا فريق تلمسان من يعني من عنده تاريخ يعني بالمعنى انه افضل من بعض الفرق اللي هي راهي الان في القسم الاول. ومراتبها خير من فريق وداد تلمسان، لفريق يعني عريق يعني بالمعنى. كل التوفيق لفريق شبيبة قبائل غدا ان شاء الله. جاوبونا سؤال ما تنساوش يا جماعه، كومونتيو لنا الفيديو، لايك باش يوصلكم دائما الجديد، دوجور مع اخبار شبيبة قبائل، فيف الجياسكا مع فيديو جديد واخبار جديده. سلام خاوتي.